السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي تمام الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، والفيديو ديال اليوم غادي ندير معكم واحد المشروب اللي صراحه ساخن، ينفعنا هكا في هذا البرد. راكم عارفين دابا يعني الجو بارد، وكنبغيو هكا شي حاجه اللي نشربوها وتكون سخونه. ودائما كناخذوا حاجات اللي هي مالحه، بحال ليسو، بحال البيسارة، فتة الشطبة، حسوة، حريرة. دائما كنعتمدوا اننا ناخذوا شي حوايج اللي هما سخانين في هذا الجو البارد، غير هما تيكونوا مالحين. دابا ان شاء الله غادي ندير معكم شراب او لا مشروب اللي هو ساخن، وغير هو حلو بالشوكولا. صراحة هذا المشروب هذا تيجي زوين، يعني مشروب شوكولا ساخنة او لا هوت شوكليت، يعني اللي بحال اللي كيتباع تماما في المحلات او لي كافي. فاليوم ان شاء الله غادي نصايبو معاكم. فبالنسبة للمقادير ديالو فهي مقادير اللي هي سهلة 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 معنا، وغير كيوجد يعني في رمشة ساعين تقدرو توجدوه وتشربوه هكا نتوما والعائلة ديالكم وليداتكم. فما نطولش عليكم، نبداو ان شاء الله على بركة الله. فبالنسبة للمقادير فعندي هنايا 4 الكيسان ديال الحليب، يعني حليب عادي بارد. وعندي هنايا 2 المعالق كبار ديال بودرة الكاكاو المر، وعندي هنايا ملعقة كبيرة ديال المايزينا، عندي هنايا باكية ديال الشوكولات، فأنا استعملت ماروخا أو لماريجا فيها 150 غرام، هي فيها 150 غرام. فبالنسبة لهاد الشوكولات هذا تقدروا تستعملوا اي نوع ديال الشوكولات عندكم، فانا كان عندي هذا غادي نديرو. فدائما انا كنتعمد انني نديرها بالشوكولات اللي هو مر، كيكون صراحه زوين وكيجي المذاق ديالو زوين. فغادي ندير كذلك ساشي ديال الفاني. وبغيت نقول لكم ثاني واحد الحاجه اخرى، فانا هنا درت 4 الكيسان ديال الحليب حيت غادي ندير 150 غرام ديال الشوكولات. الا كنتو غادي نديرو غير نصف لتر ديال الحليب تقدروا ديرو غير 100 غرام ديال الشوكولات. صافي، فهادشي اللي كاين. نبداو ان شاء الله على بركة الله. غادي نجيب هنايا واحد الكاسرول ولا كميلة ولا اللي كان، غادي ندير فيها الحليب، غادي نزيد فرشة ديال السكر الفاني، بالنسبة للمايزينا والكاكاو ضروري ما انكم هكا تغربلوهم، تعرفوا ان بعض الخضرات يكونوا فيهم هكا بعض التكتلات، فمن الاحسن انكم تغربلوهم. كذلك بودرة الكاكاو حتى هي غادي نغربلها. هانتوما بحال بودرة الكاكاو يعني تيبقاو فيها هكا تكتلات، فمن الأحسن دائما أنكم تغربلوها. اللي تيبغي الحلاوة بزاف فممكن أنكم تزيدوا واحد 2 المعالق ديال السكر، فانا ما غاديش نضيف السكر، يعني عندي هاد الشوكولاتة اصلا ما غاديش نحتاج نهائيا انني نضيف السكر. وبالنسبه اللي تيبغي الحلاوه فممكن كما قلت لكم تزيدوا واحد المعلقه. غنجيب هنايا واحد الفويل وغادي نخلط جميع المكونات مع بعضياتهم، فهما ما غاديش ينسجموا 100% حتى يبدا داك الخليط ديالنا كيغلي. عاد غادي نساجم لينا داك الكاكاو ونشا مع الحليب. صافي، دابا انا غادي ندوز باش غادي نحطهم على نار تكون مهيله. صافي البنات، فكما قلت لكم فانا درتو على نار اللي هي مهيله، وغادي نبقى هكا كنخلط فيه بواحد الفوي حتى كيبدا كيتقال لينا شويه، وما كيتقاش لينا بزاف، غير واحد شويه هكا كنحسو بالخليط ديالنا بدا كيعقد واحد شويه، لحقاش هو ما فيهش واحد الكميه كثيره ديال المايزينا، فملعقه يعني ما غاديش
تعقد لينا هذا المشروب هذا بزاف، فقط واحد شويه صافي. ودابا ان شاء الله غادي ندوز باش غادي نقطع الشوكولا الى قطع صغيره جدا، باش ملي غادي يغلى لينا الخليط غادي نضيف كميه ديال الشوكولات اللي قلت لكم. بالنسبه للشوكولاته البنات، ها انتم كيف ما كتشوفوا راني كله قطعته هكا طريفات، غادي نخلي منه واحد شويه للتزيين صافي. وهنايا بالنسبه كذلك للتزيين غادي نحتاج الكريم شونتي، انا استعملت يعني شونتي عادي، وواحد شويه ديال الحليب، فانا ما عنديش هاد الباكيه كامله، غادي ندير منها تقريبا ربع، وغادي نطلعوا بواحد شويه هكا ديال الحليب غير هكا باش نزينو من الفوق. ممكن انكم تستعملوا كريم شونتي ديال الشكلاط او لا كريم غلاسي ديال الشكلاط، حتى هو كيتواتى بزاف مع هذا المشروب هذا. فانا غادي نطلع الكريمه وغادي نضيف هاد الشكلاط على هاد الخليط. صافي البنات، وهذا الكريم شونتي بعد ما طلعته، فكما قلت لكم فانا ما استعملتش ديك الكميه كامله ديال الشونتي، انا استعملت غير القياس اللي غادي نزين به الكويسات ديالي. فانا غادي ناخذ واحد البوش وغادي نعمرو بهاد الكريم شونتي، وممكن انكم تستعملوا القشده الطريه او الكريمه السائله، يا اما اللي بالسكر يا اما اللي بلا سكر. فانا هاد الشونتي هذا عندي حلو، وكما عرفتوا باللي ما زدتش السكر، فيلا المذاق كيجي هو هذاك. بالنسبه اللي تيبغي الحلاوه راه ممكن انكم يعني تزيدوا السكر وتستعملوا الشوكولاتة اللي تيكون حلو. صافي البنات، فبالنسبه للمشروب فانا درته هنايا، وغادي ندوز ان شاء الله باش غادي نفرغوا في هاد الكويسات هادو، وغادي نزينو بالكريمه من الفوق وكذلك واحد القليل ديال الشوكولاتة اللي خليته للتزيين. Thank you.
هو الشكل النهائي ديال الهوت شوكليت او مشروب الشوكولا الساخنه، فصراحه كيجي رائع جدا. كنتمنى انكم تجربوه، وبالخصوص ملي كيذوب عليه داك الكريم شانتي من الفوق، كيندمج داك الشانتي مع المشروب وهو ساخن، فكيجي صراحه رائع. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو دعموني بلي لايك وبالاشتراك طبعا في القناه، وتخليوا لي التعليق الزوينه ديالكم اللي كتفرحني. وكنشكركم بزاف على حسن المتابعه، وكنضرب لكم موعد في الفيديو القادم ان شاء الله. يلا باي باي، سلامه.